السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن. المهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله تستفيدوا منه. مش هوصيكم على القناه والاعجاب بالفيديو والتشهير والاشتراك في القناه البديله. كل مره هقول لكم على الكلام دوت لغايه ما نوصل بيها ان شاء الله رب العالمين ان هي نقدر نفعلها ونقدر نشغلها وتكون هي بديله للقناه ديت. الله اعلم اظن اذا كانت هتفضل مكمله معاكم ولا لا. وما تنسوش ان القناه ديت لو نسأل الله العفو والعافية لو قفلت فهي بتقفل بالفيديوهات بتاعتها كمان. تمام. الموديل اللي قدامي بعد المقدمة ديت دوت فستان سواري تل على ستان، تل سادة مش تل مطرز، باين من الكم اهو قدام حضراتكم. ادي الستان تحت الكم وادي الكم اصلا تل منفوش وليه اسورة من تحت. الستان واخد الجزء بتاع الامبير ده كله اهو لغايه منطقه الخصر. في حزام رفيع لا يتعدى الاربعة سنتي على منطقه الخصر. في قصه برنسيس معايا اهي، لاحظ معايا بقى كده لان قصه البرنسيس ديت فيها غلطه. بص يا سيدي، مفيش قصه برنسيس تاخد الدوران ده كله، تاخد الدوران من هنا. قصه البرنسيس تيجي كده من المنطقة سواء هنا أو هنا، فهي هتيجي كده. أولا هي مترحلة على منطقة منتصف الصدر، يعني هي هتبقى المفروض تيجي كده. تمام، تيجي كده تمر على منطقة إيه الصدر نفسه. أنا عندي في مسافة رأسية من هنا بتبدأ من كام؟ بتبدأ من 24، ماشي. كنت قبل كده قلت إيه 28، لكن هو اصلا لا، مع المقاسات اللي احنا بناخدها يوميا بتجد ان فيها تغيير. يعني المسافه دي تبدا من 24 من اول هنا لغايه هنا وتنتهي مثلا عند 38، يعني ممكن نقطه منتصف الصدر اللي هو منطقه رضاعه الطفل تيجي هنا معاك حسب ايه تخن وصحبه الموديل. وصحبه الموديل ديت بنت أو متزوجة عندها أطفال كلام زي كده، ده كله بيفرق معايا في إيه؟ في سقوط منطقة الصدر نفسها هنا أو هنا أو هنا. فهنا بادئة معايا من 24، تمام؟ تنتهي معايا عند إيه؟ ممكن توصل معايا ل 38. شفت فرق قد إيه؟ تمام. وليا مسافة جانبية من هنا كده من تحت الإبط لغاية منتصف إيه؟ الصدر، لأن منتصف الصدر هو عند النقطة اللي أنا بشاور عليها كده بالظبط. فيبقى قصة البرنسيس ديت لازم تنزل معايا بنفس الشكل ده. طب المسافة من هنا لهنا قد إيه؟ بتبدأ معايا من 14 ل 20 سنتي. المسافة من منتصف الصدر هنا ماشي ولمنتصف الصدر الثاني اللي هو موضع رضاعة الطفل بتبدأ معايا من 14 سنتي ل 20 سنتي حسب تخن صاحبة إيه الموديل نفسه. يبقى إذا قصة البرنسيس دي غلط، ماشي، مترحلة وعالية. يعني ايه عاليه؟ الدوران ما يجينيش بالشكل ده يا جماعه، الدوران ما يجينيش بالشكل ده، الدوران بيجيني من هنا كده ويجي بايه، مش كانه دايره كده، لا ده هو بيجي اصلا زي ايه، زي ربع ايه قطع ناقص، ربع قطع ناقص زي ايه، زي قوس صغير كده، لكن ما يجينيش بنفس الشكل ده كده. ده كله لا يمكن يظبط، هيديني عبعبه هنا ما يغركش ان هي لابساها مانيكان وشده دبابيس وكلام زي كده، لا لا مش هيديني ايه الشكل اللي انت شايفه ده خالص. تمام. يبقى دي غلطه في الفستان نفسه. الفستان نفسه كلوش بكسر، كلوش ايه بكسر اهو، دي كسر. الكسر ما تعرضش زي الكشكشه، لو انت عايز تنفش يبقى كشكشه، لو عايز لو عايز تلم المواضيع يبقى ايه كسر بنفس الشكل ده كده. مفيش تحتيه جيبونه، الجيبونه دي بتبقى من الخامه اسمها الجوميه، تمام، بتبقى خامة بلاستيكية ناشفة هي اللي بتنفش ايه الفستان دوت كده. تمام يا جماعة. الصدر بتاع الفستان محلى بتطريز تل متاخد على الكتف
ماشي ونازل واخد منطقة الصدر نفسه، وبعد كده طالع على منطقة ايه الرقبة، وداخل في قلب ايه حردة الباطن، وممكن يكون جايب كمان ايه من ورا، ممكن يكون ايه واصل معايا لورا، ونفس الاسورة عليها نفس ايه التطريز، نفس الاسورة عليها نفس التطريز. تمام، يبقى احنا استعرضنا كده الموديل اهو كاملا اهو قدامكم، دوت من اسفل بالوسع بتاعه بالكسر بتاعته اللي هي باينه بالظبط. لاحظ معايا ان الكم نفسه الستان دوت يعتبر ايه بنتقور، يعني تلتين كم مش كم كامل، وجاي التل هو اللي ايه اللي مقفل معاه، وجاي هو التل اللي مقفل معاه، الجيبونه تل كلها. تمام، طيب فستان زي كده ياخد قد كام متر؟ هو اصلا من تحت دبل كلوش، مش كلوش، هو دبل كلوش بسوسته سحريه من ورا، دبل كلوش ليه؟ عشان الكسر ديت دبل كلوش، يعني الجزء اللي تحت دوت ياخد معايا على طول ايه 6 متر، الجزء اللي انا بشاور عليه بالماوس ده كده واخد معايا 6 متر من الحردات بتاعت الكلوش، بطلع الكمام، يبقى ده اول 6 متر. وايه تاني؟ والجزئيه دي، الجزئيه دي تاخد معايا كام؟ نص متر. يبقى اذا 6 متر ونص كافيين ل الفستان ده، وياخد قد ايه بقى تل؟ هياخد معايا في حدود 6 متر، لان التل واخد معايا ايه؟ واخد معايا الجيبونه اللي تحت، واخد معايا ايه؟ الكمام. عرفت تقدروا ازاي؟ ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلبه منك على اساس تقدر توصله لاكبر عدد من الناس، تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك هتستفيدوا منه، وهنوقف على البنك ونشوف قصه الفستان.